أهلا بكم في زوايا الحدث، نتناول فيها الخروقات العسكرية لقرار وقف إطلاق النار وانعكاسات ذلك على ما اتفق عليه في مشاورات السويد الطرفين في الأزمة اليمنية. منذ اختتام مشاورات السلام اليمنية في السويد لم تتوقف ميليشيا الحوثي الانقلابية عن التحرك عسكريا في الحديدة في المدينة والمحافظة، فقد استمرت هجمات الحوثيين على المدنيين جنوبا خصوصا في التحيتة وحيس، وواصلوا نصب منصات الصواريخ وإعادة انتشار المدافع في الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة في استفزاز واضح لقوات الشرعية المتوقفة أصلا عن الهجمات منذ 7 نوفمبر الماضي. فضلا عن ذلك تجددت المواجهات في جبهتي صرواح بمحافظة مأرب وحيران في حجة، تصعيد عسكري وخروقات مستمرة تثير التساؤل حول جدية المجتمع الدولي في إلزام الميليشيا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد وبرعاية أممية. في حلقة اليوم من زوايا الحدث نقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين: التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في الحديدة، وعلى ماذا تراهن في هذا السلوك الذي من شأنه نسف جهود السلام، وأيضا خيارات الشرعية والتحالف في حال استمرت الخروقات. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تحاول ميليشيا الحوثي استغلال حالة الهدنة السارية منذ الثلاثاء الماضي، فالأنباء الواردة من الحديدة ومناطق الاشتباك في عدة محافظات تشير إلى خروقات مارسها الحوثي من طرف واحد. من مساء يوم أمس وإلى الآن ما زالت القذائف والمقذوفات والأعيرة النارية ما زالت مستمرة على مدينة حيس وساكنيها. فعلى منطقة حيس بريف الحديدة شنت ميليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية قيام الحوثي بتبديل زي عناصره المسلحة بزي قوات أمن محلية في مدينة وميناء الحديدة استباقاً لقدوم لجنة الإشراف الأممية. وعلى هامش هدنة الحديدة تواصل ميليشيا الحوثي فتح معارك في جبهات مختلفة، وقالت مصادر عسكرية في مأرب إن مواجهات اندلعت غرب المحافظة بعد محاولات تسلل نفذتها عناصر الحوثي. ووفق المصادر فإن الجيش الوطني تصدى لهجمات الميليشيا بمديرية صرواح، ودارت معارك عنيفة في تبة دحوان بعد هجوم على مواقع للجيش جنوب المدينة. كانت قوات الجيش بمأرب قد أحبطت وصول تعزيزات عسكرية للحوثي في مواقعه بوادي نوع بصرواح، وأفادت مصادر ميدانية حدوث تدخل جوي من قبل طائرات التحالف ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف الحوثي. في حجة فتحت ميليشيا الحوثي مواجهات عنيفة شرق مديرية حيران، واتهمت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة الحوثي بشن هجوم على قرية العوجاء التي كان الجيش قد حررها منتصف الشهر الجاري. من الحديدة إلى غرب مأرب إلى حجة تستمر ميليشيا الحوثي بارتكاب خروقات للهدنة الدولية، فضلاً عن استثمارها لتحقيق انتصارات في جبهات قتال أخرى، وهو ما اعتبره مراقبون التفافاً متعمداً على اتفاق السويد. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، وأبدأها مع المحلل العسكري العميد حسن الشهري من الرياض. مساك الله بالخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العميد. في البداية، كيف تتابع الخروقات العسكرية التي تمارسها ميليشيا الحوثي في الحديدة وبقية الجبهات، رغم أن هناك اتفاق في مشاورات السويد موقع وبإشراف الأمم المتحدة؟ كنا قد عرضنا في التحالف تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، رفضت الأمم المتحدة واعتبر عبد الملك الحوثي هذا العرض خيانة لليمن ولشعبه وعار. وعندما تجرأ مرارة الهزيمة عرض هو بنفسه تسليم الميناء ونسي تخوينه للآخرين. حظي مع الأسف، طلبوا بالقبول من الأمم المتحدة والهدف إنقاذه من الهزيمة. الخروقات من الحوثيين، ولا ما لا أعلم لا أنا ولا أي من منصف أنهم التزموا بأي اتفاق أو اتفاقية لأكثر من 70 مرة. ولكن في المرحلة الماضية، في الأيام الماضية، قاموا بنهب الميناء مطاحن الدقيق، وتأخر الجنرال الهولندي لإعطائهم الفرصة للوصول للمراقبة مع 30 ضابط معه للمتابعة مع فريقي العمل من الشرعية والانقلاب.
لإعطائهم الفرصة لتنفيذ مخططهم. أنا أعرف أنه دور الشرعية مع الأسف لا يلبي كل متطلبات المرحلة، لأن بحاجة إلى تقويم إعوجاجها حاليا. نعم. والشعب اليمني سيتشتت ولا يعلم أين من يقف. لما من المعيد لما أسمع في تلفزيونكم أن يدافع الجيش الوطني في صرواح وخلف صرواح 20 لواء أكلها الصدى، لماذا لا تتحرك؟ أين معالي نائب رئيس الدولة عميد حسن؟ أين معالي وزير الدفاع؟ نعم عميد حسن، ما هي المعلومة التي لديك حول صرواح؟ رغم أنه ليس موضوعنا، ولكن يعني من أجل تصحيح هذه المعلومة فقط، ما الذي حدث في صرواح؟ الجيش الوطني صد غرب مأرب هجوم للحوثيين في صرواح في إحدى القرى. نعم. واستعان بطيران التحالف. من العيب أن يدافع الجيش، المفروض أن يكون الجيش في حالة هجوم وليس في حالة دفاع. نعم. سمعنا أكثر من مرة. نعم عميد حسن، أكثر من مرة يصرحون قادة الجيش الميدانيين بأن التحالف هو الذي يمنعهم من التقدم، فضلا على أن البلد تمر هذه الفترة بمرحلة هدنة عسكرية وموقعة من قبل الأمم المتحدة. هذا غير صحيح مع الأسف. من يتخذ القرار هو فخامة الرئيس، نائب رئيس اليمن، وزير الدفاع ورئيس الأركان، لهم مطلق الصلاحيات بالكامل. التحالف يقوم بدور الإسناد فقط. من يقول مثل هذا الكلام هو يستهدف بالشعب اليمني ولإبقاء الأزمة بوقت أطول ليقتات عليها مع الأسف. هذا كلام غير منطقي. نعم. إذا كان هناك من هدنة فهي في الحديدة، لماذا لا تفعل كل الجبهات الأخرى في تعز، في البيضاء، في الضالع، في هذا السؤال عميد حسن، هذا السؤال نسأله جميعا ويسأله اليمنيون كل يوم، لماذا هذه الجبهات لا تتحرك ضد ميليشيات الحوثي؟ هم يجيبون كل يوم بأن التحالف هو من يقف حجر عثرة أمام تقدمهم، وأي تقدم يحصل يقوم الطيران بدون إذن التحالف يقوم الطيران بقصفهم، وحدثت أكثر من مرة سواء في حجة أو حتى في نهم، أكثر من مرة يتم يعني يحدث تقدم، وفي الجوف أيضا آخر ما حدث في محافظة الجوف يكون قوات الجيش الوطني تتقدم يقوم الطيران يقصفهم ثم بعد ذلك يقول بالخطأ. كيف تفسر هذه العمليات الخاطئة التي تستهدف الجيش عندما يتقدم؟ إذا أنت قلت ما سمعت، لكن أنا أقول لك ما أعلم. نعم. أن من يخذل الجيش الوطني هم من قيادات الجيش الوطني من أحزاب معينة، ويقولوا لو تقدمتم إلى المكان الفلاني سيتم استهدافكم، ثم يأمرونهم بعد فترة بالتقدم، فإذا وصلوا إلى نقطة معينة أبلغوا عنهم التحالف على أنه الحوثي هو المتقدم ويتم استهدافه ليصدق. سيد عميد عميد حسن اسمح لي وأعذرني على المقاطعة للمرة الثانية لك، يعني هل يعقل أن يكون قائد عسكري في الميدان يضحي بشبابه وبأفراده يقدمهم ويقول التحالف يقصفهم؟ يعني شيء يعني ضرب من الخيال، لا يعقل هذا الكلام. وأي معلومات ومن أين أخذت هذه المعلومات حتى الآن تطلقها بأن هؤلاء القادة أو هؤلاء القادة الميدانيون هم من يورطون هؤلاء الأفراد إلى الجبهات ثم يأمرون التحالف بقصفهم؟ لا يعقل. إلا إذا كانت لديك معلومات وحقائق وضحها لنا ونحن نظهرها للرأي العام، ويعرف هؤلاء الجنود أنهم يلعبون بهم ويقدمون أرواحهم هدر في معركة يعني ليست لها رؤية واضحة من يقودونهم فيها. إذا كنت صادق وأمين وأنا متأكد من ذلك، فعليك أن تتحرك بالقناة أو بأي وسيلة إعلام يمنية، وليذهب إلى صرواح وإلى نهم وليتأكد ويرى بعين اليقين وليس بالأذن، لتؤمن بما نقول. مع الأسف هناك من لا يرغب أن تنتهي المعركة في اليمن لأغراض شخصية وحزبية ومناطقية وجهوية، ومع الأسف طائفية. نعم. طيب عميد حسن تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث الأستاذ نبيل البكيري. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ نبيل. موضوعنا يعني الرئيسي، وإن كانت ما يحدث في صرواح وفي نهم وبقية الجبهات هو جزء من هذه الحلقة، ولكن المحور الأساسي والخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة. تطرقت معها في الحديث مع العميد حسن وذكر بأن الميليشيا لا عهد لها، دائما هي تنقض كل الاتفاقيات، وما يحدث في الحديدة هو يؤكد الحقيقة التي يعرفها الجميع وتحاول الأمم المتحدة أن تتغاضى عنها.
لكن سؤالي لك العميد حسن يقول أن للأسف ما يحصل الآن في صرواح من تراجع هو أن هؤلاء القادة هم من يمنعون أفرادهم للتقدم، وفي حال تقدموا فإنهم يرفعون إحداثيات لطيران التحالف ثم يقوم الطيران بقصفهم، ما رأيك بهذا الطرح؟ لا أعتقد أن هذا الطرح منطقي أو حتى فيه قليل من الواقعية. أولا لا يعقل أن الجيش الوطني بهذا الشكل الذي يتم تصويره، الجيش الوطني هو آخر القلاع التي صمدت وبقت طوال هذه الفترة رغم الخذلان ورغم المؤامرات التي حصلت، وهو حجر عثرة أمام المشروع الانقلابي حتى الآن، وبالتالي ليس من المنطق مثل هذا الكلام. وإذا كان هناك في أي أدلة باعتقادي ممكن نعم. تقديمها للجهات المختصة وهي المسؤولة عن محاسبة من يرتكب مثل هذه الأخطاء أو مثل هذه الجرائم وليست الأخطاء. نعم. أنا باعتقادي هناك إشكالية تتعلق أيضا هذا التراوح في نفس المكان على امتداد 3 سنوات، هو يتعلق بعدم وجود رؤية للتحالف حتى الآن، هذه الرؤية التي انكشفت بهذه السياسات التي انعكست بسوء الأداء السياسي خارجيا وداخليا وأثر بشكل كبير على المنطقة بكلها، ليس فقط على القضية اليمنية. طيب. ولكن قد يتساءل العميد حسن وأيضا الكثير ممن يعني يؤيدون التحالف يقول أين هي الشرعية اليمنية؟ لماذا تحملون كل إخفاقات الشرعية على التحالف العربي؟ ما الذي تريدونه من التحالف؟ الشرعية هي جزء من الإشكالية اليوم، هي إشكالية كبيرة بالنظر إلى أنها رهنت كل قرارها السياسي وإرادتها للتحالف العربي، وبالتالي ظلت تتلقى الأوامر وليس بمقدورها، ولم تستطع أن تكون مصدر للقرار، وبالتالي نحن لا نبرئ الشرعية أنها جزء من هذه الإشكالية وأنها أخفقت. الشرعية تتحمل مسؤولية الأكبر من كل هذا الإخفاق الذي حصل، لكن أيضا هذا لا يبرئ ساحة التحالف العربي. التحالف العربي دخل برؤية غير واضحة مما أدى إلى هذا الخلل الذي انعكس حتى على أداء الشرعية. لو كان الإخوة في التحالف العربي صادقون، أنا باعتقادي كان من مصلحتهم أن يمكنوا الشرعية من العودة إلى الداخل وأن يمكنوها من مؤسساتها ومن قرارها الوطني، بدل أن تظل اللعبة وورقة سياسية في أيديهم يستخدمونها فقط لتمرير ما يريدون، وما لا يريدوه يعملوا على عدم تحقيقه وإنجازه. نعم. طيب عميد حسن أعود لك من جديد الآن، إذا ما استمرت الخروقات هذه من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم الالتزام، وربما هو واضح أن عدم الالتزام هو ما تمارسها الميليشيا وليست المرة الأولى التي تقوم بها، ما هي خيارات التحالف من وجهة نظرك والشرعية أمام هذه الخروقات؟ أنا أعتقد أن التحالف أعلن موقفه رسميا وقال هذا مؤشر لتنصل الميليشيات الانقلابية الإرهابية الحوثية العميلة لإيران من التزامها للحصول على التقاط الأنفاس، ليس إلا. ولكن دعني أذكر صديقي العزيز الأستاذ نبيل البكيري أنه أتى في عرض كلامه الخذلان والمؤامرات ويتحدث عن الجانب اليمني. أنا مع الأسف ما نلمسه هو ضغوط البيئة اليمنية هي كبيرة على التحالف، أكبر بكثير من ضغوط البيئة الدولية. نستطيع أن نتفاهم سياسيا مع العالم، نستطيع أن نكيف بعض الضغوط، نستطيع أن نلين، ولكن في النهاية سنجابه. ولكن عندما تتكاثر عليك من الداخل اليمني، فلم يوقف الشرعية لتحرير الحديدة إلا الشرعية نفسها. من يمنع الشرعية من العودة إلى اليمن هم اليمنيين أنفسهم. لا يمكن أن نعلق كل فيما يخص الحديدة. عميد حسن فيما يخص الحديدة، عميد حسن فيما يخص الحديدة، أنت تعلم أن القرار الأول كان هو للقوات الإماراتية وللإمارات، وهي من تبدأ المعركة وتوقفها، ولا علاقة حتى بالشرعية، حتى وإن كان هناك تصريح أمام وسائل الإعلام، لكن في حقيقة الأمر الإمارات هي من تدير المعركة في الحديدة وأنت تعلم ذلك. وربما ما حصل الآن في الحديدة عندما أوقفت المعركة وقد كانت قوات الجيش الوطني في شوارع الحديدة هو ما هو حاصل الآن ومن سنتين في نهم. الإمارات بحجمها وهي شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية وتقوم بدور رائد في اليمن، ولكن بكل أعمالها في الحديدة هي تحت إدارة القيادة المشتركة، لا تستطيع أن تخرج عن العمل. من أوقف العمليات الحديدة؟ كيف يعقل أن يعرف من هو غير يمني بمعلومات لا يعرفها اليمنيون؟ من أوقف العمليات هو تلك التجاذبات بين الشرعية وبين فريق ما يعرف بحرس الجمهورية. لماذا لا يعترف بالشرعية ولا نسمح له باحتلال
الحديدة. القائد الميداني الإماراتي في الساحل الغربي عميد حسن هو من أعلن إيقاف معركة الحديدة بعد يعني إعلان الاتفاق والذهاب إلى مشاورات السويد. عندما طلبت الشرعية منه ذلك تم. من اتخذ القرار هو فخامة الرئيس هادي. نعم. لابد أن يكون مع مساعدي الرئيس لديهم القدرة على رسم ملامح استراتيجية عسكرية واستراتيجية عمليات. نعم. تبدأ من نقطة وتنتهي عند نقطة أخرى، لا تتعطل في الطريق لمجرد تجاذبات. نعم. طارق محمد عبد الله صالح سيعود للشرعية وهو جزء من البيئة اليمنية، وإن كنت قد طالبت في أكثر من مرة أنه لا يجوز إحياء عائلة آل صالح بعد موقفهم مع الانقلاب وتشريعهم له، ولكن البيئة تتطلب أن نستثمر في مثل هذه المواقف. مع الأسف من يخل بشروط كل الأعمال في اليمن اليمنيين أنفسهم، وبالتالي أعطيته مساحة واسعة جدا. ما هي الشروط عميد حسن؟ ما هي الشروط التي أعطيت مثلا في جبهة الحديدة وأيضا في جبهة نهم لليمنيين من قبل التحالف، وما هي الخطوات والضوء الأخضر الذي حصلوا عليه والدعم، ثم بعد ذلك الخطوات للنقد لما اتفق عليه وضوء أخضر بالتحرير البلاد، وقف أبناء اليمن ضد هذه الرؤية التي تخدمهم أصلا؟ لماذا 100,000 عسكري موزعين في مأرب وفي الضالع وفي حضرموت و 100,000 آخرين في عدن تابعين للشرعية يقابلهم 100,000 من الانفصاليين الآخرين؟ لماذا؟ نعم. هذا التجاذب في البيئة اليمنية؟ لماذا لا يطلق العنان للمقاومة في تعز؟ لماذا هذه التجاذبات في تعز؟ من الشرعية من يساهم في حصار تعز كما يفعل الحوثيون؟ لم يعد الأمر مخفي حاليا، أصبحت الصورة مثل الشمس في رابعة النهار. أسئلة عميد حسن، أسئلة جميلة منك، ونحن نبحث عن إجابة لهذه الأسئلة التي طرحتها. وربما الجبهات ليست بحاجة إلى مقاتلين، مئات الآلاف من المقاتلين وعشرات الآلاف من المقاتلين، حتى الحديدة التي توقفت وحتى نه المقاتلين وصلوا إلى شوارع الحديدة وهم بيضحون كل يوم ويقدمون أنفسهم، سواء من المقاومة من أبناء المحافظات الجنوبية أو المقاومة التهامية أو حتى من القوات المشتركة التابعة لطارق صالح. الجميع كانوا متجهين ويستشهدون ويسقطون في كل شبر في الحديدة وفي نه وفي الجوف وفي كل مكان. كلما تتوقف معركة في نهاية المطاف يعلن أن التحالف اتفق مع الأمم المتحدة أو حتى الشرعية ممثلة بالتحالف أوقفت هذه المعركة. المشكلة ليست في الجنود ولا في المقاتلين عميد حسن، حتى يعني هذه هي حقيقة لابد أن نقف معها بحيادية ولا ننكرها. من وصل إلى عمق الحديدة وإلى مسافة 2 كيلو من الميناء بالبوابة الجنوبية بالذات على نهاية طريق صنعاء، وأنا أعرف الحديدة كما أعرف الرياض. نعم. هؤلاء المخلصون الوطنيون اليمنيون الذين يعملون من أجل اليمن وليس لديهم أجندات. الآخرون مع الأسف لهم. طيب لماذا أوقفتم هؤلاء المخلصين الذين يقاتلون ويضحون من تحرير الحديدة بالكامل؟ السؤال هذا أنت يمني ومن حقك كمواطن يمني أن ترفعه لفخامة الرئيس هادي. نعم. ودولة نائب رئيس الجمهورية. طيب. معالي الفريق علي محسن ومعالي رئيس هيئة الأركان وهم من اتخذوا القرار. نعم. طيب أستاذ عميد حسن، ابقى معي، عود للأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، ما تعليقك على ما طرحه العميد حسن؟ ربما حمل اليمنيين كل ما يحدث وكل المعارك التي توقف هو السبب اليمنيين وعدم التقدم وتحرير مناطقهم هم المقاتلين اليمنيين أنفسهم. عندما يجتمع اليمنيون فيما بينهم ويتخذوا قرارهم سينجزون هذه المعارك، ما رأيك؟ أنا لا أتفق مع العميد حسن في هذه النقطة بالذات. التحالف العربي هو المسؤول مسؤولية كاملة فيما يتعلق بإدارة المعركة عسكريا وأمنيا واستخباراتيا وحتى أمام المجتمع الدولي. التحالف العربي موجود في الصورة على أنه هو اللي يقود معركة اليمن. فضلا عن ذلك، التحالف العربي بجناحه الإماراتي تحديدا وربما بغض الطرف من قبل الجانب السعودي هو الذي منع عودة الدولة والرئاسة والحكومة إلى عدن، وهو الذي أفرغ هذه المؤسسات من مضامينها وعمل على إنشاء ميليشيات مسلحة خارج مؤسسة الدولة. من يدعم الميليشيات في الجنوب؟ من يدعم هذه الميليشيات التي تشتغل ضد إرادة اليمنيين وخارج مؤسسة الدولة؟ هذه ميليشيات متمردة عن السيادة الوطنية وعن القرار الوطني وتستلم رواتبها من الإمارات العربية المتحدة. هذا من صنع التحالف العربي. الإمارات العربية المتحدة لم تكن الطرف المدعو من قبل اليمنيين
لمواجهة الانقلاب هي أتت بغطاء سعودي، المملكة العربية السعودية هي التي تحمل المسؤولية الكاملة في مثل هذه القضية تحديدا، لأنه كانت دعوة موجهة للمملكة العربية السعودية التي أتت بالإمارات، وبالتالي أنا باعتقادي المملكة صمتها عن أداء الإمارات في هذا الجانب هو ليس فقط ما يهدد اليمن، التهديد المباشر هو المملكة، المملكة هي المسؤولة أمام المجتمع الدولي، المسؤولة أمام اليمنيين أيضا باعتبارها شريك في هذا في هذه المعركة، وبالتالي من فرط بهذا الإنجاز الذي كان على وشك التحقق بمواجهة المشروع الإيراني في اليمن هي المملكة وسياساتها التي لم تكن دقيقة أو لم تكن بحجم هذه المرحلة التي تتهدد ليس فقط اليمن، المطلوب هو رأس المملكة وليس اليمن، لأن اليمن في الأخير هي في حروب دائمة ومستمرة، لكن المؤامرة كلها تدور حول المملكة واقتسامها وتجزئتها وتفتيتها من قبل المشروع الإيراني والجماعات الطائفية. لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن هناك أيضا ضعف في الشرعية، أن هناك أيضا اختلافات في بين فصائل المقاومة وقوات الجيش التي تقاتل على الأرض، حتى يعني نكون منصفين أستاذ نبيل. الشرعية فاشلة وعاجزة وفيها من الأخطاء ما فيها، لكن هذا جزء كبير جدا من هذا الفشل هو عائد جزء كبير جدا منه للسياسات التي تتبع من قبل المملكة، وهي عدم وجود ثقة وعدم وجود ثقة مباشرة ومطلقة بإدائها وبسياساتها تجاه اليمن. طيب أستاذ نبيل، أعود للعميد حسن الشهري الخبير العسكري. عميد حسن، الآن برأيك الاتفاقية التي حدثت في مشاورة السويد وموضوع التهدئة وتسليم الحديدة والميناء إلى نهايته، الأمم المتحدة الآن بعد هذه الخروقات الواضحة وعدم التزام ميليشيا الحوثي، ما هي الخطوة التي ستتخذها برأيك؟ أنا بداية وأتمنى أن يكون رأي خطأ ويحتمل الصواب، أن مشاورات جنيف استكمال المشاورات الهزيلية السابقة وهي مضيعة للوقت وإعطاء فرصة للحوثي لالتقاط الأنفاس وتشريع هذا العمل الإرهابي ليصبح شريك سياسي في اليمن وليس مجرم أدى إلى انهيار دولة بالكامل. نعم. وأؤكد للزميل نبيل، نعم، المملكة مسؤولة وستبقى أيضا كذلك، هي من أنقذ هذه من صنعاء وأخرج من عدن، هي من أخرج فريق علي محسن من صنعاء، هي من تولت عاصفة الحزم استجابة لنداء الشعب اليمني الممثل في نداء فخامة الرئيس هادي، وستبقى على العهد دائما، ولكن عليكم أن تعاونوا المملكة العربية السعودية. أكرر وبكل صدق وبكل أمانة، ما يحدث مسؤولية الشرعية فقط، مسؤولية فخامة الرئيس، مسؤولية مساعدي وصولا إلى قادة الوحدات والمحاور في الميدان. هناك أجندات مع الأسف، هناك مشاريع ليست أجندات فقط، هناك مشاريع للمستقبل، هناك محاولة لإحياء الدولة الزيدية، هناك محاولة واعتبارها هي الهوية الوطنية، هناك محاولة لحزب الإصلاح أن يكون له عصا السبق، هناك انفصال واضح في الجنوب، هناك مع الأسف خروج عن المألوف. لا بد أن تخرج اليمن من عباءة الماضي للحاضر، لا بد أن تكون دولة حديثة، الجمهورية هدفها ثار أجدادكم وأباؤكم على الكهنوت السابق في 62، نجحوا ولكن مع الأسف فشلوا في إطفاء جدوة الكهنوت، وبالتالي أنشأوا وساعدوا علي عبد الله صالح في إبقائه حيا وصولا إلى مسرحية 6 حروب والاعتداء على المملكة العربية السعودية، وصولا إلى أن أقضت المجموعة الحوثية فعلا. معلومات كلها دقيقة عميد حسن، ونحن نسأل متى ستصحو السعودية من هذا النوم العميق وترى الحقيقة التي تحدث ويعني تدعم من يقف من أجل اليمن ومن أجل المملكة. نحن صاحون وواعون بكامل قوانا العقلية الطرف الآخر اليمني مع الأسف الذي يتثاءب طويلا وفي سبات كسبات الدب الروسي في الشتاء 6 أشهر، ممكن يستمر 6 سنوات. إذا لم تتحرك ويوجد هناك إرادة من الداخل اليمني، ولا أنا واثق أن المقاومة وليس الجيش الوطني كفيل باستعادة اليمن لليمنيين، والمقاومة الشعبية في الحديدة سترفض كل الأوامر من الشرعية وترفض كل توجهات الأمم المتحدة وتقدم على ما أقدمت عليه، فلم يعد أمامها إلا خطوات بسيطة، وهذا أشكرك. ما يجب أن يحدث.
أشكرك العميد حسن الشهري المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من الرياض. وعودة أخيرة للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، توقعك الآن لما سيحدث في الحديدة على وجه التحديد بعد توقيع الاتفاقية وبعد أن ينتظر الناس أن تباشر الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ميليشيا الحوثي يعني تكرر الخروقات وتقوم بحفر الخنادق وتقوم بقصف المدنيين في جميع الأحياء وأيضا في المديريات المجاورة للحديدة، وبقية الجبهات ربما ليست بأحسن حال من الحديدة. ناقرة في الحديدة هي مؤامرة بريطانية واضحة مع بعض الأطراف الإقليمية كإيران وغيرها لخلق أو عزل أو تحييد معركة الحديدة عن المعركة الشاملة في اليمن وتجزئة الملف اليمني إلى قضايا وملفات متعددة. وبالتالي قد ينجح المجتمع الدولي في أن يستصدر قرارات في هذا الخصوص، لكنه لا يمكن أن يكون أن تكون هذه القرارات ضدا عن إرادة اليمنيين وضدا عن تطلعاتهم المستقبلية فيما يتعلق بتحرير كافة التراب الوطني من سلطة الانقلاب القائم، والتي نعم. هي بمثابة شوكة في خاصرة المنطقة العربية. وبالتالي أنا باعتقادي الآن أنا أتفق تماما مع طرح العميد الشهري فيما يتعلق بعجز الشرعية وأن هناك خلل في منظومة الشرعية. هذا الخلل هو الذي سمح للمشاريع الصغيرة فيما يتعلق بتدخلات الإمارات في هذا السياق أو فيما يتعلق أيضا تدخلات الإقليمية في إنقاذ ميليشيات الحوثي، كل هذا نتيجة لضعف أداء الشرعية وسكوتها عن موضوع السيادة الوطنية وسكوتها عن الفساد وعن نعم. الغياب أشكرك. الكامل لهذه الحكومة في الداخل. شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا من اسطنبول. والشكر أيضا للعميد حسن الشهري كان معنا من الرياض. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.